وعليكم السلام. سي رشيد الطوسي فيليسيتاسيون اليوم مره اخرى عوده لفريق الرجاء الرياضي من بعد التجربه الاولى اللي كانت. اليوم رشيد الطوسي في مهمه جديده في نادي الرجاء الرياضي. الجماهير ديال الرجاء الرياضي فهي كتنتظر بشوق الميساج ديال رشيد الطوسي. بالنسبه ليا هذا يوم بالنسبه لي كيبقى تاريخي فعلا. انا من بعد الذهاب ديالي والحمد لله انا ما قلتش وداعا، قلت الى اللقاء. انتم عاقلين امام هذا الباب، الى اللقاء، لان هذا المصير. ولكن هذا نداء القلب كما تيقال دائما، واظن بان انا فخور باش نعاود نرجع نعتبروا البيت ديالي الرجاء، لان الحمد لله قضيت واحد اللحظات كانت بالنسبه لي من احسن اللحظات كذلك، واللي فعلا الرجوع ديالي اكيد بانه رجوع كما قلت غادي يتسجل كذلك في التاريخ، وغادي خصوصا وان الرجوع ديالي راجع من تحقيق اهداف اللي كنت ناوي نحققها واللي ان شاء الله نتمنى الاستمراريه فيها. فهو ايه الفتره اللي كانت ما نقدرش نحددها بالزمن، يعني من 2016 ل 2022، ولكن اظن بانه حاليا يعني التطلعات ديال الجمهور الرجاء عارفه كبيره، الضغط كبيره، عارف الضغط كبيره، ولكن انا هذا هو الميدان اللي كنحس به وكنعيش فيه. اظن بانه كي انا النداء ديال القلب ديالي، فاظن بانه الجمهور غالي وغالي جدا. نتمنى كذلك نكون عند حسن الظن ديالو ويساندنا ان شاء الله تحقيق الاهداف ديالنا وتحقيق المهام ديالنا، الا هو الالقاب. باش يتوصل الجمهور ديال الرجاء كينادي بلقب ديال البطوله ولا لقب ديال الشامبيونز ليغ؟ انا قلت لك بانه اكيد بانه ملي كيجي الفريق كبير بحال فريق الرجاء راه ما كتكلمش بانك انت غادي تكون تحت المراتب هنا ولا غدير هنا ولا غدير هذا. اكيد بان جاي من اجل الالقاب، واظن هذا هو التحدي لذلك انا كذلك تنتقاسمو مع الجمهور ديال الرجاء، مع المكتب ديال الرجاء، مع كل مكونات الرجاء البيضاوي. وبهذه المناسبه ما ننساش كذلك الجامعه وبشخص السيف وزير قجع كذلك اللي كان يعني رحب بالفكره، وفي نفس الوقت يعني حسيت بانه واخا عندي عقد كذلك مع الجامعه وهناك اهداف كانت مسطره وهذا، ولكن حتى ملي كتشوف بان ملي كدير فريق الرجاء راه كتمثل كذلك المغرب، وفي نفس الوقت كتأدي واجب من تطوير كره القدم عبر الفروق اللي كتعد قاطره ديال الكره المغربيه، اللي تعد كذلك هي اللي كتعطي واحد ليماج، واحد الصوره كبيره لكره القدم المغربيه. ونتمنى هذه الصوره كذلك نزيدوا هي لامعه الحمد لله، ولكن نزيدوا لمعوها اكثر ان شاء الله بتحقيق القلب. شكرا. جاوب معاك المكتب ما تعطلتيش، يعني كنتي سريع في الجواب باش تمشي. ولكن قلت لك انا من الرجوع ديالي من قبل من خرجت خارج الوطن هذا كنجي قبل كارتيرون، لان كانت هناك مفاوضات في كارتيرون. سؤال الله يخليك سير الكراكي، الرجاء غادي البطوله واش كتشاطروا معاه؟ سي وليد الكراكي؟ بونجور وليد، تنسلم عليه، تنهنيه بالانجاز ديال البارح. كيبقى هما الغالبين التقليديين معروفين، ولكن دائما في الحلقه الرياضيه انا كنحب وليد لانه من المدربين الاولين اللي كان في المنتخب المغرب، وكنفتخر بالعمل اللي كيديروا، لانه هذا شرف كاطار مغربي يكون في هذا المستوى. وحنا اش غنقول؟ الميدان بيناتنا ان شاء الله في الطريق. رشيد، شي كلمه للجماهير الرجاويه. تحيه كبيره للجماهير الرجاويه. اش كدير لهم انتم هذاك الانسين اللي كيديروا الرجاويين؟ ها؟ جوج دايرين، هما بجوج نديرهم. شكرا لك. شكرا لك سي رشيد. سعيد رشيد. السلام عليكم الحاج. سي رشيد، كيف عاودت الجمهور ديال الملاعب؟ تعرفون عزيز عليا ذاك الضغط الجمهور.
الجماهير. الحمد لله ديال الجماهير. رجوع الجماهير وهذا من الحوافز الاساسيه اللي كذلك تعد من النقط الاساسيه للرجوع ديالي كذلك. سي رشيد. كنبغي الجمهور راه كيبغي كل الجمهور لان كنتفاعل معاه وكيعطينا واحد الشحنه قويه. سي رشيد كيفاش جا التواصل مع فريق الرجاء غير انت؟ تنساليو ان شاء الله. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.